إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. أنت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، أنت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب. الأستاذ عزة سيد، الباحثة في الآثار المصرية في العصرين اليوناني والروماني، في حاجة اسمها بورتريات الفيوم أو وجوه الفيوم، كان عليها صراع من كام سنة كده إن الوجوه ديت مش مصرية، دي أجانب، دول يونانيين، دول مش عارف إيه، وتقال إن هي عصر حديث، وتقال إن هي مزيفة. وهي بترجع للقرن الأول، هي من القرن الأول لغاية القرن الثالث الميلادي. بس أنا يعني لقياها بترجع لحتت كتير في مصر وفي متاحف العالم كله، ليه سموها بورتريات الفيوم؟ هو ما يطلق عليها خطأ اصطلاح بورتريات الفيوم، هي المفروض بورتريه الوكه، وهي امتداد للمصر القديم في الكرتوناج. الجاليات اليونانية لما دخلت مصر كجنود مرتزقة حبوا يستقروا في مصر، وخدوا عملوا مدن جديدة وزرعوها، والجنود المرتزقة دول عاشوا في أقاليم زي أقليم هوارة في الفيوم. فكانت اغلب الاكتشافات اللي في فتره في العصر في القرن ال 18 اكتشافات بتري كانت على وجوه الفيوم. فعلى البورتريهات دي كانت عباره عن لوح خشب مرسوم عليه الوجه ملفوف بلفائف كتانيه، فاطلقوا عليها بورتريهات الفيوم. لما ابتدوا يعملوا توسع بقى في الحفاير، لقوا ان فيها في مارينا العالمين في اسكندريه، لقوا في اسوان، لقوا في الشيخ عباده عدد اكبر من العدد اللي لقوه في الشيخ عباده في المنيا. يعني هي كان حسب الأماكن اللي استقر فيها الجنود المرتزقة في مصر. لكن في وجوه بتبقى أطفال برضو في الوجوه دي. هي اختلفت، في أطفال وفي أبطال وفي شباب وفي كبار في السن. هي رسمت في حياة عين الشخص. يعني البني آدم كان بيبقى موجود على في على الحي... في يعني هو عايش، بيتم رسمه. وفي بورتريهات لحقوها فترة التحنيط، اللي هو البني آدم توفي فهيجيبوا له شكله منين، لان البا لما بتنزل بتدور على الروح، اللي هو الروح اللي هي البا اللي هي الروح بتدور اللي هي صوروها بجناحين بتنزل تدور على القرين بتاعها. طب انا هعرفه بتدور على الجسد، على جسد فبتدور على الشخصيه بتاعتها فمش هتعرفها. فابتدوا يستغنوا عن الكرتوناج بالبورتريهات، فابتدوا يرسموا الوجه نفسه. وزي ما المصري القديم كان بيرسم الوجه بالبروفايل بنص الوجه بس، لكن ده اترسم كوكو كل كامل. ده وفي اللي كان يقدر يرسم الحاجات دي هما الناس الطبقة الوسطى اللي عندهم ثراء اجتماعي. مش كل الناس كانت تقدر ترسم بورتريهات الفيوم. الأستاذة عزة سيد، الباحثة في الآثار في العصر اليوناني والروماني، يمكن بورتري الفيوم دايما بنقول إن هو كان بداية للأيقونات القبطية بعد كده، دي حقيقة. وعشان كده كان في برضو صراع إن الأيقونة هل هي بيزنطية هل هي قبطية، كانت الدليل على إن هي جاية من مصر كانت البورتريهات بتاعة الفيوم. بالضبط. الخامة اللي هي كانت بترسم بيها بورتري الفيوم واداله الفرصة إن هو يعيش الفترة دي من الزمن، يعني بروح المتحف في مصر بلاقي لوحات كأنها لوحات حديثة. لأن هو استخدم نوعين، استخدم شمع واستخدم حاجة اسمها التمبرة. التمبرة دي خلط الألوان، هي التكنيك، بس هو خلط اللون بإيه. في التمبرة خلط اللون بزلال البيض، وبيتم تغطية الطبقة الخارجية بالشمع. فعاملة كأنك انت ماسكة الوان شمع اللي هي بتاعت الأطفال دي، وكأنك بترسمها بيها بالضبط. فديتك الإيحاء ان هي لسه ان هي حديثة. وبرضو الاسلوب التاني اللي هو استخدام الشمع، كان بالوسيط بتاع الألوان، كان الشمع شمع العسل النحل بيتم خلطه بملح النطرون وتدويبه في مية وتسخينه على النار وتدويب اللون فيه، وحسب درجة اللون بيتم السيطرة على درجة اللون الأول، وبعدين يبتدي الرسم.
بيبتدي رسم على لوح من الخشب. اللوح ده لازم يكون مستطيل. التجزيع بتاع الخشب لازم يكون رأسي. وده اللي اداله فرصة يعيش. وده اللي ده يا مصر وكلنا عارفين انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب.